في نومينيشن ما بتترك أثار سلبية إذا كانت الأولى بالبرنامج أو بنص البرنامج أو بآخره، والصدمة طالت مبارح بشكل أساسي الثنائي محمد القاك وليان. أما كريمة فاستوعبت الموضوع بسرعة. أول نومينيلة هالأسبوع كريمة من المغرب، ثاني نومينيلة هالأسبوع هو أو هي ليان من فلسطين. أول نوميني كريمة من المغرب، ثاني نوميني ليان من فلسطين اللي قلبها دليلة، إنه ثالث نوميني هو محمد الكاك من الأردن. أنا نوميني لسه ما طلعت من المسبوع. ليش عم تعصب؟ والله لو هو طلع أنا طالع، ولو أنا طلعت هو طالع. هلا قال لي إياها كمان. خليكي ما بتطلعوا، ما بتطلعوا مبين واضح، يعني ما بتطلعوا رؤي. شو نعمل؟ هذه غير هذه الفورة عادي والله. هذه طفلة الأكاديمية. بس أنا مستغربة عن جد يا حبيبي، ما بدنا نقدر أعصابك شوي. لا يلا عندي شو بلايس الكل، ما تخاف. أنت أول شيء تعرفي إنه الفلسطينيين والأردنيين رح يصوتوا لك مش بس الفلسطينيين. انه هو يمكن الاردن بتصوت له، انت فلسطين والاردن. اقعد تفكر يا انك خسران. لا الثقيل انه بنيتهم من الاردن، يعني كيف نقسم الجمهور؟ عرفتي كيف؟ ما هي الفكره. طلع علي ايش لا بس بدي افهم، يعني بس بدي افهم ليش انا طلعت نومينيت. ما بعرف ليه، شيء بحير والله. وحيات امي اني انا بس دايت اكثر عليك. مصدومه انه عادي. خلاص خلاص عادي، بتعرفي إذا حدا فينا طلع عادي هنكون يجينا. خلاص جربناها، لكن حلمنا يعني حققناه. زعلانة عشان إشي واحد، يعني إحنا الاثنين مع بعض. لا لا بس برضو يعني مش زعلانة، لأنه حأطلع مبسوطة أو حأضل مبسوطة. بس إن طلعت مني مو معناته إن طلعت من الأكاديمية، هي شيء أكيد يعني عادي. عن جد أنا ماني معصبة، والله ماني معصبة. يعني لجنة التحكيم تعرف أحسن مني أكيد. أوكي لا تعصب، يعني حكي هيك ممكن تحس انه ممكن دورنا ما تحكي. يعني حق علي؟ لا انا طلعتك مني. انا وياك فاهمين بعض. خلاص لما اقول لك خلاص فهمت خلص. نحكي لك حكايه من الاخر، فمشكون منهم من لين وقاق باش يخرج بالجمهور، وزوز كريمه وواحد منهم باش يقعد بالتصويت تاعنا نحن. راه تخيلوا نحن وبعض. ايه ما لازمك تعمل حساباتك من توا، ما تنجمش. انا حساباتي من توا كريمه كان قعدت معنا وكان قرص بالجمهور باش نطمن. اما مش نعمل، هم بطبيعتهم متفاهمين مش شو من صوت لحد. لا بصوت لين خاطر طفله وصاحبتي على الاخر معنا. فهمت كيفاه؟ انا اذا كانت القاق صاحبتي معنا اذا كان القاق لين طبيعه الحال. اما تعرفش نجم يقعد القاق خاطر الاولاد اكثر. انا مش خايفه، انا بس عشان ما بدي نبعد عن بعض يعني. مش بعدين نحط يعني اطلع انا من الاكاديميه مشان كل. لا ان شاء الله خير، ان شاء الله خير، ان شاء الله خير. اكيد لا كريمه، لا تعصب عن جد. ما بعرف انا ليه طلعت انا روميني ولا انت ولا، بس الاساتذه اكيد بيعرف احسن منا. اوكي صبري حالك وان شاء الله كل شيء يكون بخير. كوني قويه اوكي، واللي يبغى الله يليك. كريمة من المغرب، محمد القاق من الأردن، ليان من فلسطين. أول ثلاثة نومينيز بستار أكاديمي 8 يلي بدكن يكمل مشوار وصوتوا له اليوم قبل بكرة، وأنا بلاقيكن بكرة بنفس الموعد. 1 2 3 4 كريستين، مايكل جاكسون. One second.
شلون لحنا؟ شلون لحنا؟ اهات يعني زين. ايه شلون لحنا؟ شو بعرفني؟ اول ما عمري سمعتها في حياتي.